طلعونا بدمعتنا، طلعونا حنين، طلعونا بالسيف، احنا طلعونا من بلادنا على خاطر هم بيشقوا الزباية حرقاها ويكسرها ويدمرها، فاحنا شندلنا لهم شندلنا لهم. حسب الله ونعم الوكيل فيهم. حاجة أعطونا فرصة شهر شهرين، لكن نديروا حل، لكن نحصل وين نأجر ولا نحصل وين نمشي، لكن معاش التلعيد والله ما عيدنا، والله ما عيدنا. باين المسؤولين شنو تنشر.